كل عام وحضراتكم بخير. خلاص داخلين على رمضان وقلنا بقى نجهز حاجات عشان العزايم اللي بتبقى عندنا، راجعين من الشغل مستعجلين مش عارفين نعمل ايه. النهارده هنبدا نعمل اول حاجه في تجهيزات رمضان وهي اللحمه المفرومه. هنخرج من كيلو اللحمه ده 3 4 اصناف كده، وقت الزنقه نشد من الفريزر نحط على النار، خلاص احنا حضرنا الفطار. يلا بينا. اول خطوه هنعملها من كيلو اللحمه هناخد منه ربع كيلو. هننزل على الطاسه سخنه من غير زيت ولا سمن عشان لما نحطه في الفريزر طعمه ما يغيرش ولا يبقى له ريحه معانا. النار هتبقى عاليه ونقلب اللحمه، مش محتاجين الزيت، هي هتنزل الدهون بتاعتها كده. اللحمه اخذت اللون بتاعها، هننزل عليها ببصله. مع كل ربع كيلو لحمه بحط بصلايه متوسطه، يعني لو هنعمل كيلو هنحط 4 بصلات. هنقلبها. شايفين حضراتكم الدهون اللي في اللحمه هنا دي؟ بقى من غير زيت ولا سمن بتدي طعم حلو للتسكيره بتاعت اللحمه. الدهون الطبيعيه اللي بتبقى في الجاموسه نفسها او في البقره بتخلي الطعم الحاجه حلو، عشان لما نحفظها كمان طعم الزيت بيغير في الثلاجه كده، بتطلع تحفه وبتقعد معانا زي ما تقعد. هنبدا نبهرها. المعلقه اللي معانا دي صغيره، يعني دي حوالي نص معلقه من المعالق بتاعتنا، فانا هاخد بالنص معلقه دي نص معلقه، يعني احنا واخدين ربع معلقه صغيره على الربع كيلو لحمه. ده فلفل اسود، هنحط زيها بابريكا ورشه جنزبيل صغيره ورشه قرفه. القرفه بقى هنا بتليق مع اللحمه المفرومه قوي وبتدي طعم وتست حلو جدا. وتلاقوا الناس بتسالكم اللي هو اللحمه فيها طعم غريب، هو سنه القرفه دي بتدي طعم حلو قوي. معلومه بقى مهمه علشان الملح، لو احنا عايزين اللحمه تبقى شبه القطع كده وواخده فيها شكل التكتلات الصغيره، بنضيف الملح في الاول خالص قبل ما نضيف اي حاجه مع اللحمه. الملح بيبدا يجمع اللحمه وبيخليها شبه القطع، لكن انا عايزه اشيلها للصواني او للحاجات اللي هي البشاميل، الحاجات دي كلها بخليها بالشكل المفرفر اللي هو لحمه مفرومه، فبحط اللحم الملح في المرحله دي على اللحمه. انا هنا هحط نص معلقه صغيره الملح عليه، المعيار ده حلو جدا. على النص كيلو لحمه مفرومه بنحط معلقه صغيره، هنا بنحط الحجم ده حلو جدا. بصوا حضراتكم ده الشكل اللي انا بقول عليه، بتفضل كده قطع صغيره ومفلفله بيبقى شكلها حلو قوي. هنسيب بقى اللحمه هنا مع البصل ينزلوا ميتهم ويتشربوا مع بعض، بس في حاله ان اللحمه على النار مش هنقف ساكتين، هنجهز احلى كفته لاحلى عزايم واحلى ايام رمضان. هنعمل دلوقتي كفته داوود باشا، الخلطه بتاعتها بس، وهوري لحضراتكم ازاي نشيلها في الفريزر. طبعا حضراتكم بتحددوا الكميات زي ما انتم عايزين، انا هنا هشتغل بربع كيلو لحمه. تمام، ربع كيلو لحمه هنبدا ننزل عليه بالبصل المفروم. البصل المفروم بتاع اي كفته مهم جدا جدا يبقى ناعم بالشكل ده. ليه ناعم؟ علشان الكفته تبقى المسام بتاعتها كلها داخل بعضها، لما نيجي نكورها او نصبحها ما تفكش مننا. وساعات كمان ممكن نعصر الميه وناخد التفل، بس دي احنا مش محتاجين كده لان دي مش هتتشوي. هننزل بحوالي بصله متوسطه على الربع كيلو، دايما اللحمه الربع كيلو حلو جدا عليه بصله متوسطه. هنبدا بقى نتبل اللحمه، نص معلقه صغيره ملح، ربع معلقه فلفل اسود، يعني المعلقه دي صغيره، رشه بابريكا برده حوالي ربع معلقه، رشه قرفه صغيره، ورشه بهارات او السبع بهارات او بهارات لحمه اي نوع متوفر عند حضراتكم. خلصنا كده كل التوابل، هبدا بقى ان انا اعكعك بايدي، فلازم نخلطها خلط كويس جدا، فنلبس جلافز علشان نقلب الحاجه بشكل كويس. هنا التقليب مهم جدا عشان اضمن ان كل حاجه اتشربت، كاني بالظبط بعجن كده. احنا خلاص عجننا اللحمه كويس جدا، وده كده شكل اللحمه، كل المكونات اختلطت، ما نقدرش نفصل مكان البصل فين او لون البصل فين من اللحمه نفسها مع التوابل. هنبدا ناخد الحجم طبعا اللي حضراتكم عايزينه، بس لازم نضغط على الكفته بالشكل ده كويس علشان نضمن ان هي اتضغطت وبقت من جوه مسامها كلها متقفله، ونلفها على ايدينا كده بالشكل ده ونحطها في الطبق لحد ما نخلص الكميه، وهقول لحضراتكم هنعمل فيها ايه. وكده احنا خلاص خلصنا اول صنف كفته داوود باشا ورصناها في الطبق اللي هيخش الفريزر. لو الاطباق دي مش موجوده او هتاخد مكان في الفريزر عند حضراتكم، ممكن نجيب صينيه كبيره ونحط عليها كيس بلاستيك من بتاع الثلاجه، نفتحه ونرص الكفته عليها. اول ما تتجمد ممكن نحطها في كيس عادي جدا، خلاص مش هتبقى بتمسك في بعضها او هتبقى ملزقه جوه بعضها. نحطهم ونحفظهم في اكياس لو مفيش مكان للطبق ده في الفريزر.
ودلوقتي هنعمل الصنف الثالث من الكيلو بتاع اللحمه المفرومه او الصنف الثالث من اللحمه المفرومه اللي احنا هنخزنهم. هنعمل الميت سويدن بول اللي هي الكفته السويديه. هناخد برضو ربع كيلو، بس قبل ما ناخد الربع كيلو خطوه مهمه جدا لازم تتعمل، ده ربع كوبايه حليب هنحطه في البوله، هنحط عليه معلقتين كبار بقسماط، معلقتين هرميين كده حلوين، هنحط على الربع كيلو نص معلقه كبيره بودره بصل، علشان الكفته هنا مفروض يطلع الملمس بتاعها ناعم تماما، فمش هندخل عليها ولا البصل ولا طفل البصل، بودره البصل بتطلعها ناجحه وهايله جدا. رشه قرفه ورشه جنزبيل، وهنحط نص معلقه الملح الصغير وربع معلقه فلفل اسود. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها. هناخد بقى الربع الثالث، وطبعا كالعاده نزلت باللحمه، يعني لازم البس جلافز عشان انا لازم اعكعك جوه اللحمه. هبدا بقى ادعك كل المكونات جوه بعضها. بصوا حضراتكم كده البقسماط والتوابل كلها دخلت جوه العجين، بقت بالظبط شبه العجين، ما فيهاش لحمه خالص، او نقدر نقول ان هي فيها لحمه وفيها بقسماط، لا كانها عجينه كل اجزائها شبه بعضها. هنبدا نكورها. وبكده خلصنا كرات اللحم السويدي، هنغطيه ونحطه في الفريزر. وقت ما نيجي نعمله هنحط معلقه زبده او زيت في الصينيه او الطاسه ونشوحهم ونجهز الصوص الابيض بتاعه، وبقى عندنا كرات اللحم السويدي. اخر حاجه بالكيلو اللحمه بتاعنا وهي الكفته البنيه. يبقى احنا كده بكيلو لحمه عملنا اربع اصناف، وغير الاربع اصناف كمان كلها حاجات مختلفه وسهله، وتحضيرها ما بياخدش معانا اي حاجه، يعني ساعتين زمن في المطبخ نكون حضرنا كل الحاجات اللي نستعد بيها لشهر رمضان. هنا في الكفته دي، كفته البنيه بتحب البصل كتير، فانا هحط حوالي بصلايه ونص من البصل اللي احنا فرمينه. ليه بقى؟ بتديها طعم مسكر قوي قوي، وبتخليها ليها قوام، بص ريحه مختلفه وطعم مختلف، كل حاجه فيها بتبقى حلوه. الملح نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره بابريكا، وتوابل او البهارات السبعه بتاعه اللحمه هنحطها، وبرده لحمه مفرومه يعني رشه قرفه تدي ريحه وطعم تحفه. هننزل عليهم بمعلقتين بقسماط بدايه. هنبدا نعجن كل المكونات بايدينا. انا هنا شايفه ان اللحمه لسه محتاجه معلقه بقسماط كمان، هبدا اضيفها علشان تتماسك مع بعض. كده خلاص عجننا الكفته دي. الكفته دي الميزه فيها ان احنا ممكن نعملها بطريقتين، صنف يخش الفرن لو احنا زهقنا من المقالي ومش عايزين ناكل حاجات مقليه كتير، والصنف التاني اللي هو العادي هنحطه في البيض والبقسماط ونحمره في الزيت. اللي هيخش الفرن هناخده بالشكل ده كده مش هنعمل فيه اي حاجه خالص، هنكورها وهنضغط عليها ضغطه خفيفه، وهنحطها في البقسماط بشكل مباشر على طول من غير مرحله البيض. ده الشكل بتاعها كده، يا دوب بندهن الصينيه زيت بتستوي من تحت نقلبها على الناحيه الثانيه وهي في الفرن. كده خلاص احنا خلصنا اللي هتدخل الفرن، هنبدا نعمل اللي هتتقلي في الزيت. معايا بدايه حط عليها رشه ملح وفلفل، هنربها كويس قوي. هبدا اخد بقى اللحمه هننزلها في البيض، هنصفيها كويس قوي ونحطها على البقسماط. ودي كده اللي بالبيض وهنقليه. هنا بقى عشان الكميه كبيره فهنضطر نفصل باكياس بلاستيك، هنحط البانيه كله من تحت. لو في اكياس بلاستيك هنحطها ونكتب عليها ده للقلي، واللي جايه دي هتبقى للفرن عشان نعرف نعلمهم. انا كده حطيت اللي هنقليها تحت، هبدا افرد الكيس عليها واحط بتاعة الفرن. وبكده خلصنا الكفتة البانيه وبقت جاهزة عندنا، وقت ما نحتاج نحمر او نشوي هنطلعها ونعمل. نيجي بقى للحمة، احنا طبعا ما نسيناهاش،
بس طفيت عليها وسبتها لحد ما تبرد عشان ما ينفعش نشيلها في اكياس بلاستيك وهي سخنه. بصوا حضراتكم الجزء ده، بصوا الدهون اللي طلعت من اللحمه، عايزه بس اقلبها كده اوريها لحضراتكم. بصوا من غير ما نحط ولا زيت ولا سمن ولا اي حاجه خالص، هنبدا نعبيها في الاكياس البلاستيك. وبكده نكون خلصنا اللحمه المفرومه وبقت جاهزه معانا. شفتم بقى حضراتكم من كيلو لحمه عملنا كام صنف وكام وجبه تنفع معانا لعزايم رمضان. كل عام وحضراتكم بخير وسعاده وصحه. اشوفكم في وصفه جديده. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.